بسم الله الرحمن الرحيم. حصل يوم أمس اعتداء سافر على أحد الأطباء وأيضا مجموعة من المنتسبين في الرتها الوبائية الخاصة بمرض كورونا من بعض أهالي المرضى للأسف الشديد. وكما تعلمون أطبائنا وكل منتسبين كثير منهم فقدوا حياتهم وهم يعالجون مرضى كورونا، ومنهم لا زالوا في حالة خطرة في المستشفيات، منهم أطباء اختصاص كبار ومقيمين وحتى ممرضين وإداريين. وما هكذا يكون رد الجميل، يقاتلون ويضحون بحياتهم ويخاطرون، ويكون رد الجميل بهذه الطريقة الاعتداءات السافرة عليهم. وأيضا من المؤسف جدا أن حمايات المستشفيات لا تؤدي دورها بشكل جيد وكما ينبغي، ولذلك تحصل هذه الاعتداءات المتكررة. تقريبا نشهد كل يوم اعتداءات في مستشفيات دار الصحة الكرخ إضافة للدوائر الأخرى، لكننا لا نفعل ذلك إعلاميا. وكما يقال الأطباء كثيرا ما يتنازلون عن حقوقهم، لكن بلغ السيل الزبا ولا نستطيع أن نتحمل أكثر هذه الاعتداءات. أتمنى من الجهات الأمنية المعنية أن تأخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار وتوفر حمايات تقوم بدورها بشكل صحيح في هذه المستشفيات، وإلا فإن الأطباء ممتعضين وهناك احتقان وجدته عندهم، لكنهم سوف لن يتخلون عن دورهم الإنساني، هذا ما عاهدوني به، لكن في نفس الوقت يطالبون وبشدة بتوفير الحماية لهم.